وذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بن عروس كانت قد أصدرت حكمها يوم 21 مارس الماضي، وكانت قد أطلقت سراح كل من صبرين محمد الهادي، واعتبرنا هذا مؤشر إيجابي، انتصار جزئي على الأقل. بعد اطلاعنا على نص الحكم قضت المحكمة بعدم سماع الدعوة في خصوص الجرائم المؤامرة والعصيان الفصول هذيك الخطيرة، وفي الحقيقة اعتبرت المحكمة جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة وتجاهل بمنافي الحياة وهضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة والتهديد جريمتين متواردتين تبقى من الفصل 54 من المجلة الجزائية، بما معناه أن صابرين ومحمد الهادي أبقت المحكمة فقط نص 125 يعني هضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة والتهديد، وقضت كذلك بسجن نهما مدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ. نحن على هذا الأساس قدمنا مطالب استئناف، ستعين محكمة الاستئناف تاريخ جلسة لاحقا اعتبارا لاكتظاظ المحاكم وكثرة القضايا الجناحية المنشورة من الدوائر الجناحية، ستعين يعني في موافة جوان أو بعد العطلة القضائية. نحن متفائلون خاصة وأننا مقتنعون اقتناعا تاما ببراءة كل من صابرين ومحمد الهادي، وسنطلب القضاء بعدم سماع الدعوة. خليل ليلكا وامينو ومدو ام سي والبقيه الذين تلقوا حكما بعامين من السجن مع النفاذ العاجل، اليوم شنو معناتها هيئه الدفاع ناويه تعمل؟ هل سيتم الاعتراض؟ هل تم الاعتراض؟ شنو جديد؟ بعد اطلاعنا على نص الحكم تبين ان المحكمه ابقت فقط على الفصل 128 من المجله الجزائيه، وهو الفصل المتعلق بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي المتعلقة بوظيفته بوسيلة الإشهار. اعترضنا في هذا الأسبوع، عينت جلسة لهم يوم 18 أبريل، تعهدنا بإحضارهم، وكذلك ستنظر المحكمة من جديد في الملف وسنطلب القضاء بعدم سماع الدعوة بالطبع.